ظل هذا المصنع المخصص لتعريب معجون الطماطم وبعض المربيات الغذائية يمد المحافظات العراقية بمنتوجاته منذ تأسيسه عام 1962 حتى احتلال العراق عام 2003، ومنذ ذلك الوقت توقفت آلات المصنع التابع للشركة العامة للتعليب الحكومية عن الإنتاج والتصدير. الصناعة أثرت كثيراً وأصبح العراق مستهلك وليس منتج. ونطمح إن شاء الله حكومة السيد الكاظمي التوجه للصناعة ودعمها، يعني تقريبا هناك أكثر من 200,000 فرصة صناعية، عدة دولة معطلة. معظم مصانع كربلاء توقفت عقب الاحتلال وحرمت معها آلاف الأيادي العاملة من وظائفهم، لكن بصيص أمل عاد لهؤلاء عقب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة والتي تعهد خلالها بدعم الإنتاج المحلي. أحد برامجنا محاربة الفساد حتى نحمي القطاع الخاص يأخذ دوره في دعم المجتمع ودعم الدولة بالواردات، ندعم كل منتوج وطني عراقي بهذا الظرف الصعب اللي احنا محتاجين نفتخر بصناعتنا ونستعيد عافيتها. آلاف الأطنان كانت تنتج سنويا في مصانع كربلاء التعليبية من المنتجات الغذائية المعلبة وبجودة عالية، أما اليوم فبات المنتج المستورد يغزو الأسواق المحلية. الصناعة المحلية هي ضمان وحفاظ على أموال البلد من جانب، ومن جانب أنه هي تعطي فرص عمل، ومن جانب آخر هي ممكن أن تكون سند حقيقي للاكتفاء الذاتي من خلال توفير يعني المنتجات المحلية. وأمام هذا الواقع خرجت مطالبات بإعادة تأهيل مصانع كربلاء المتوقفة في ظل رفض شعبي لمحاولات استثمار تلك المصانع لصالح جهات سياسية ذات علاقات وتعاملات خارجية، وتمنيات بتنفيذ الحكومة تعهداتها الأخيرة. من كربلاء وليد الصالحي، يو تي في.